أول حاجة في المبادرات الحضرية، أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه الاستشهاد الأصلي، يعني إيه مبادر حضاري؟ قال لك المبادر الحضاري من أبسط الأبلكيشن اللي على النت راسه. طيب عبارة عن إيه برضه؟ عبارة عن جهاز بيقوم بإتمام عملية التبادل الحراري ما بين مجاعين، أحدهما ساخن هيفقد حرارة فإيه اللي هيحصل له؟ هيبرد، والآخر بارد فهيكتسب حرارة فإيه اللي هيحصل له؟ هيسخن يعني هترتفع درجة حرارة. يعني إحنا كده كلنا متفقين على حاجة إن القانون الحاكم بتاعنا الأساس في المبادلات الحرارية إن كيو دوت المفقودة من المائع الهوت بتساوي إيه؟ الكيو دوت المكتسبة للمائع الكل. بس هل الكلام ده نظريا ولا عمليا؟ نظريا. يبقى انت عارف ان الكلام ده اللي احنا اصلا بنشتغل عليه سيوريتيكالي، لانه بيحفظ في الاعتبار في ضمن الفرضيات بتاعته ان المبادر الحراري ده انسيوليتد عن ايه؟ معزول عن ايه؟ عن السراوندنج، يعني معزول عن الوسط المحيط بالمبادر الحراري. فكل الكيو اللي هوت فلويد هيفقدها مين اللي هيكتسبها؟ الكولد فلويد. ده نظريا تمام. يبقى ده القانون الحاكم للمبادلات الحراريه سواء في ال ام تي بي او في ال ان تي يو هتستخدم نفس القانون. طيب اول حاجه واول سؤال نظري بيجي لك حاجه مهمه جدا، ايوه نسمع حد يقول كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن بتاعت المبادلات الحراريه، صنف المبادلات الحراريه خدناها في المحاضرة وكنت بتقلق في المحاضرة صنفها على اساس الديزاين بتاعها وعلى اساس عملية الديفرنسيتير بتاعتك وعلى اساس هي دايركت ولا ان دايركت وحاجات كتير. احنا عايزين التصنيف اللي هيخدمني على المسائل، اللي هو عندك ثلاث تصنيفات للمبادلات الحرارية. النوع الاولاني الريكوبريتيف تايب هيت اكستشينجر، الثاني الري جنريتيف طيب هيت اكستشينجر، والنوع الثالث الايفابوريتيف طيب هيت اكستشينجر. النوع الاولاني بيسمى كده بالترجمه العربي بتاعته هو المبادل الحراري الصفائحي، وده بقى اللي احنا هنشتغل عليه في المنهج بتاعنا، واللي احنا هنحل عليه مسائل، واللي احنا هناخد عليه ال ام تي بي وال ان تي يو. عشان كده هنسيبه دلوقتي لان ده هو اللي هنشتغل بيه دلوقتي. هنخش الاول على الريجنريتيف. ايه هو الريجنريتيف هيت اكستشينجر؟ رسمه بسيطه بتوضحها. بالشكل ده كده اشهر التطبيقات اللي عليه ريجنريتيف اير هيتر اللي هو بيستخدم في محطات الاستيم باور بلاند. وظيفته ايه؟ اللي انت المائعين الهوت والكولد بتوعك بيمروا من خلال المبادل الحراري بالتناوب. ازاي؟ اول حاجه انت عندك هوت جاسس انت كده كده خلصت كل الطاقه اللي فيها، بس لسه محمل بيها مجموعه من التمبريتشر او محمله بكميه من التمبريتشر، كميه من الانسامبي، كميه من السيرمال انرجي، انت عايز تاخدها قدر الامكان عشان اللي ترميه في السراوندنج او الامبيانت اللي بره ما يكونش في انسامبي او طاقه تحتاج لها. فبتستخدم المبادل الحراري ده ازاي؟ اول حاجه الهوت جاز بتاعتك بتمر على جسيمات صلبه، جسم صلب معدني اللي هو ده. فالجسم ده بيعمل كهيت سينك للهوت جاز. يعني ايه سينك؟ اللي هو بياخد الحراره اللي موجوده في الهوت جاز، وبعدين بيمر الهواء اللي انت واخده من الامبيانت فيعمل كهيت سورس للهواء ده. فهو بيعمل هيت سينك بالنسبه للهوت جاز، وبيشتغل كهيت سورس بالنسبه للامبيانت اير اللي لسه داخل بدرجه حراره الجو، فتقدر ان انت تستفيد من الحراره اللي انت كنت بترميه الطاقه الانصاب من الهواء ده شايله طالع من السراوندنج، اقدر استفاد بيه للامبيانت اير، فبالتالي اقدر استخدمه بعد كده في عمليه الاحتراق جوه البويلر. يبقى ده الريجنريتيف هيت اكستشينجر. النوع الثاني الايفابوريتيف، وده اللي فيه جزء من الفلويد بتاعك بيتبخر.
طب هيتبخر ازاي؟ ان هو بياخد الحراره اللازمه للتبخير من السراوندنج اللي حواليه، فيبدا يتبخر منه جزء فيبرد نفسه بنفسه. اشهر التطبيقات اللي على الموضوع ده ايه؟ بالكولينج تاور. ده بالنسبه للافيبوريتور. بالنسبه بقى لاهم نوع فيهم واللي احنا هندرسه، بيقول لك ايه؟ ان بيتم الفصل ما بين المائعين الهوت والكولد فلويد عن طريق جدار فاصل ما بين الاثنين. الجدار الفاصل ده غالبا بيكون جدار الانابيب بتاعك. يبقى في عندك هوت وفي كولد وفي ما بينهم جدار فاصل ما بين الاثنين، يعني العمليه بتاعتك هي اندايركت هيت اكستشنجر، مفيش ميكس هيحصل ما بين الهوت والكولد فلويد بتاعك. ده النوع الاولاني. طيب النوع الاولاني ده بقى اللي احنا هنقسمه لثلاثه ديزاين عندنا. ايه هما الثلاثه ديزاين؟ هيتقسم لثلاثه ديزاين. ايه هما الثلاثه ديزاين اللي عندنا؟ النوع الاولاني الدبل بايب هيت اكستشنجر. والدبل بايب ده كان فيه كام نوع؟ نوعين اثنين. اما ان هو يكون بارلل او كاونتر. يعني ايه بقى بارلل ويعني ايه كاونتر؟ هنعرف دلوقتي، بس احنا بنفرد الفرشه بتاعتنا اللي في الارض. طيب الديزاين الثاني كروس فلو هيت اكستشنجر. مبادل حبايب، يعني ايه كروس؟ هنعرف دلوقتي كمان. طيب الكروس فلو ده في كام ديزاين؟ في اثنين هو كمان. اما يكون كل الفلويد اللي عندك ان ميكسد، ما احناش عارفين برضو ايه الفرق بين الميكسد وبين الان ميكسد. او النوع الثاني اللي هو 1 فلويد ميكسد والثاني ايه؟ ان ميكسد. تمام، ده النوع الثاني. ايه بقى النوع الثالث؟ الشيل اند تيوب هيت اكستشن. وده بيتقسم لحاجتين. الحاجه الاولانيه اللي انت بيكون عندك 1 شيل باص و 2 شيل باص. طيب في حاله الوان شيل بيبقى عندك برضو التيوب بتبقى باصص، ما بتبقاش وان باص، لا بيحصل لها كذا باص. بتتقسم ازاي؟ قال لك بيبقى وان شيل بيحتوي على تو تيوب باصص او اربعه او سته اللي هي مضاعفات الاثنين. بس انت عارف ان الحاجه الاساسيه اللي انت هتخش على الشرط بتاعتك اللي هو 1 شيل. شوف بقى عدد الباصات بتاع التيوب 2 4 6 هتستخدم الشارت بتاع ال 1 شيل. طيب لو كان 2 شيل قال لك عدد التيوب الباصص بتاعت الانابيب دي اما 4 تيوب باصص او 8 او 12 اللي هي مضاعفات الاربعه. هنا مضاعفات الاثنين وهنا مضاعفات الاربعه. ده الكلاسيفيكيشن بتاع المبادلات الحراريه اللي احنا هنبدا بقى ناخد كل واحد منهم بالديزاين بتاعه ونبدا ندرسه ونبدا ازاي نعمل له اناليسيس بطريقتين، يعني احلهم ازاي؟ ال ام تي دي ولا ام تي يو؟ طيب قبل ما اخش بقى في الطريقتين بتوعنا، عايزين ناخد كده حاجه من ريحه الترانسفير واحد اللي هي هتبقى فكره في جوه المساله بتاعتك. ايه هي الحاجه اللي انت عايزها تاخدها من الترانسفير واحد؟ هقول لك انا هرسم لك ابسط انستراكشن للمبادل الحراري بتاعك اللي هو دبل بايب هيت اكستشنجر. ناس تركز. انت بتقول لي هو دبل بايب هيت اكستشنجر، عارف يعني ايه كلمه دبل بايب هيت اكستشنجر؟
اللي انت عندك انبوبتين كونسنتريك مع بعض، اثنين تيوب كونسنتريك يعني لهم نفس الاكسس بتاعها، يعني انبوبه حواليها انبوبه كمان. طيب المفروض اللي هي عندك انبوبتين، انبوبه الخارجيه اسمها الاوتر تيوب، او ممكن يسميها على فكره اللي تشيل عادي، اللي هي الكاونتر بتاعك اللي حاوي جواه المواقع الهوت وكل والانر تيوب. يبقى اوتر تيوب وعندك كمان هنا انر تيوب. بس خلي بالك من حاجه، الانر تيوب دي لها سيكنس. يعني ايه لها سيكنس؟ يعني ايه لها سيكنس؟ ها؟ يعني ليها نص قطر ار1 داخلي ولها نص قطر ار2 خارجي، والسيكنس هو ار2 ناقص الار1. بيمشي جواها هوت فلويد اللي بيفقد الحراره بتاعته، وبيمشي حوالين منها الكولد فلويد بتاعه. طيب انت دلوقتي يا باشمهندس قلت لي ان القانون الحاكم ان الكيو المفقوده من المائع الهوت بتساوي الكيو المكتسبه من المائع الكولد بتساوي الكيو المنتقله ما بينهم. هو انت في الحياه كده او في اي ابلكيشن هيبقى عندك هوت فلويد وكولد فلويد وهيبقوا كده ماشيين في سخون والدنيا تمام، ولا هيحصل عندك ديت ترانسفير؟ ما احنا قلنا اول ما تلاقي في فرق درجات حراره يبقى ديت درايفنج فورس بتاع الديت ترانسفير، ديت ترانسفير واحد. طالما في فرق درجات حراره يبقى انت هيحصل عندك ديت ترانسفير. الديت ترانسفير ده بقى بيحصل منين لفين؟ قال لك بيحصل من البوت اللي درجه حرارته اعلى الى الكولد اللي درجه حرارته اقل. بس خلي بالك يا باشمهندس، اللي انت هنا في الانر تيوب المائع ماشي، فعشان الحراره او عشان كميه الحراره تطلع من الهوت تروح للكولد هيبقى عندك كام مود من مود المودز بتاعت الترانسفير؟ اثنين. اول حاجه انت بتقول لي ان في الانر تيوب في مائع هوت ماشي بسرعه، يبقى عندك فلويد وسطح صلب وفي ما بينهم درجات حراره، يبقى انت كده شغال في الكونفكشن. يبقى اول حاجه كونفكشن، بعد كده هيقابله الجدار بتاع الانبوبه الداخليه جسم صلب يبقى كوندكشن، بعد كده هيلاقي الكولد فلويد ماشي بسرعه حول الانبوبه، فايه اللي يحصل له برضه؟ يبقى جسم صلب وفلويد والفلويد ده ماشي بسرعه، يبقى انت كده انتقال حراره برضه بالايه؟ بالكونفكشن. يبقى انا عندي اثنين مود من المودز بتاع الانترموسفير هيكونوا موجودين. خلي بالك انا مش ليا دعوه بالاوتر تيوب دي. ليه مش لاقش دعوه بيها؟ لان انا عايز ادرس انتقال الحراره من مائع للتاني، فبشوف المقاومات الحراريه اللي بتعيق عمليه انتقال الحراره من الهوت للكولد. ايه اللي بتعيقه؟ كونفكتيف ثيرمال ريزيستنس، كوندكتيف ثيرمال ريزيستنس، كونفكتيف ثيرمال ريزيستنس. يبقى انا كل شغلي على الانر تيوب اللي هي ليها انر دايمتر، اوتر دايمتر، انترنال، اكسترنال، انسايد، اوتسايد. ماليش ليها دعوه باللي تشيل الانبوبه الكبيره الخارجيه دي اللي هي حاويه جواها كل ده. عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ انا عايز اقول لك ان انا هاخد الجدار ده اللي هو الفاصل ما بين الهوت والكل هطلعه بره كده. بالمناسبه ده طول المبادل الحراري بتاعك كده. طيب لما تطلعه ده هاخد منه جزء كده سكشن كده. ده جدار الانبوبه بتاعت الانر تيوب. عندك هنا هوت فلويد بإتش انر واريا انر، وعندك بره حوالين الانبوبه الداخليه كل فلويد. الكولد فلويد ده له اتش اوتر وله اريا اوتر لانه بيلامس سطح الانبوبه الخارجي. جميل لحد كده. ومديلك ان المائع اللي جوه اللي هو الهوت له تي انر وهنا تي اوتر. درجات حراره الفلويد زي ما كنا بنعمل ايه بقى؟ نرسم الثيرمال ريزيستنس نت ورك بتاعتنا اللي هي الشبكه الحراريه بتاعتنا. قبل ما نرسمها عايزين ندرس التمبريتشر ديستريبيوشن. كنت بترسمه كده، اول حاجه يحصل كونفكشن، بعد كده كونفكشن، وبعد كده كونفكشن تروح للتي اوت. ده التمبريتشر ديستريبيوشن بتاعنا. وكان عندنا ثلاث مقاومات حراريه، تي انر، في مقاومه كونفكتيف، وبعد كده كوندكتيف، وبعد كده كونفكتيف. تي انر وهنا تي اوتر. وقلنا ان الحراره بتتنقل
في اتجاه نقص درجه الحراره، صح؟ يعني انت لما كنت بتاخد كده في البليت بيقول لك هنا في درجه حراره كذا وفي هنا درجه حراره كذا، درجه الحراره دي 1 ودي 2 ودي 1 اكبر من دي 2، فكانت الكيوب تتنقل كده. ليه؟ عشان نقص درجه الحراره كده. يبقى دايما الكيوب تتنقل من الهوت للكولد في اتجاه نقص درجه الحراره. يعني انت عايز تقول ان الكيو هتتنقل من الهوت للكولد بالشكل ده كده. ده الكيو دوت بتاعك اللي انت بالمناسبه عايز تحسبها، اللي هي هتساوي الكيو اللي الهوت فقدها وهتساوي الكيو اللي الكولد اكتسبها بافتراض ان احنا شغالين من سيوليتد هيت اكسشنجر عن سراوندنج، ده اللي معزول عن الامبيانت اللي حواليه. وده اتجاه الكيو. طيب اول حاجه ها سيرما ريزيستنت تقاوم الحراره، المقاومه الحراريه للكونفكتيف اللي انت عندك هنا كونفكشن، المقاومه كانت بتساوي ايه؟ ها 1 على الاتش انر في الاريا انر. طيب الكوندكشن ها مش ال على الكيف الايه، ده مكان في لاب ليت وول، اما هنا دي اسطوانه سلندر في اريا انر واريا اوتر. اللين ار 2 على ار 1 على 2 باي في الكيف في ال، الكي اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الماتيريال بتاعه الكيوب دي، هي مصنوعه من ماده ايه، والال هو طول المبادل الحراري بتاعها. دي لانها سلندر في ار 1 وار 2 او دي 2 على دي 1 او اريا 2 على اريا 1. طيب المقاومه اللي بره هي برضه كونفكتيف، ها ثيرمال ريزيستنس يعني 1 على الاتش اوتر في الاريا اوتر. ده الثيرمال نتورك بتاعتنا اللي كنا بنكتبها في هيت ترانسفير واحد. طيب ايه المطلوب مني تاني؟ المطلوب ان انا احسب الكيو. الكيو كانت بتساوي ايه بقى؟ اعمل لها انالوج مع الكهربيه. الكيو دوت هي عباره عن فرق درجات الحراره على المقاومه الحراريه اللي ما بينهم. خدناها في الراديشن لما كنا بندرس انتقال الحراره بين جسمين وثلاث اجسام. كان فرق الاميسيف باور بير يونت اريا على المقاومه اللي ما بينهم برضه. تي انر الكبيره ناقص تي اوتر الصغيره على سمشن الريزيستنس الحراريه اللي هي مجموع الثلاث مقاومات دول. وكنت برضه بتساويها بقانون تاني، فاكرين كان بيقول لك اسمه ايه؟ اليو في الاريا سيرفيس في التي انر ناقص التي اوتر. واليو ده كان بيعبر عن الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو وضع على المتر سكوير كلفن، وده كان بارامتر بيحتوي بداخله على كل المقاومات الحراريه الثيرمال اللي عندك. هو واحد على مقلوب الكلام ده. ليه؟ عشان ما تيجي تدرس انتقال الحراره لو انت عندك جدار وعندك هنا مثلا الامبيانت السخن والمفروض في امبيانت بارد الناحيه الثانيه، فبدل ما تقول انا عندي كونفكشن والاتش بتاعت المكان ده في الاريا وبعد كده كوندكشن الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الجدار وبعد كده الاتش اللي بره، لا تخش التيبل تلاقي ان اليو الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الجدار ده كذا، فتجيبها تضربها في السيرفس اريا اللي هي المساحه العموديه على انتقال الحراره، تضربها في فرق درجات الحراره مباشره تحسب الكلام ده بتاعك، وده انت هتطبقه بعد كده في السنه الرابعه في التبريد والتكييف. لما تيجي تدرس التكييف وتدرس الاحمال الحراريه هتستخدم الكلام ده. وكنت عارف ان اليو دي جت لها كومتين اتنين. يعني ايه كومتين؟ يو انر في ويو اوتر. طب امتى يو انر؟ لو قال لك بيزد، حل المساله بتاعتك وهو هات لي يو بيزد اون الانر اريا، المساحه الداخليه اللي هي الاريا انر. يعني الاريا سيرفيس دي انت هتاخد الاريا انر بقى ولا الاريا اوتر؟ في الفلات بليت كانت الاريا واحده، اما هنا انت عندك اتنين اريا، تاخد الاي بقى الانر ولا الاي الاوتر؟ على حسب اللي انت عايزه. هيقول لك اليو انر يبقى انت تعبر عن الاريا سيرفيس ب الاريا انر، او اوتر يبقى بيست اون الاوتر اريا اللي هي الاريا اوتر. كلام جميل، وده مراجعه على هيت ترانسفير واحد، وخدنا الكلام ده كله وسهل وامتحاننا وجبنا تفكير عالي وخلصنا من الكلام. لما تساوي القانونين دولت ببعضهم هتلاقي ان فرق درجات الحراره بيروح مع بعضه، صح ولا لا؟ يعني عايز تستنتج ان اليو في الاريا سيرفيس هي عباره عن واحد على سمشن ريزيستنس، صح ولا لا؟ يعني واحد على واحد على اتش انر في الاريا انر زائد لين ار 2 على ار 1 2 باي كي ال زائد واحد على الاتش اوتر في الاريا اوتر.
والله انت عايز يو انر فتعوض عن الاريا سيرفيس بالاريا انر، عايز يو اوتر فتعوض تعوض عن الاريا سيرفيس بالايه اوتر بتاعك. 90% من المسائل بقى بيقول لك انا هفترض ان انا شغال اصلا على الانر تيوب، ان عندك الانر تيوب دي فيري سين وول. يعني ايه فيري سين؟ يعني السيكنس ده صغير جدا. عايز تقول ايه من الاخر؟ احنا مهندسين عايزين الكلام الوصل ده عشان يتعبك ربنا افهمها. الاريا انر تقريبا بتساوي الاريا اوتر تقريبا هيساوي اريا، هسميها اريا سيرفيس. يعني عايز تقول لي ان السيكنس دي اللي هو ار 1 ناقص ار 2 بيساوي 0. هستفيد ايه بقى من الكلام ده؟ هتستفيد ان انت عندك الاريا انر بتساوي الاريا اوتر وعندك ار 1 هتساوي ار 2. فتطبق بقى الكلام ده على القانون الجنرال، يبقى لين 1 بكام؟ بصفر. فالترم بتاع الكوندكشن بصفر، لان اصلا انت عندك مفيش سيكنس. فايه اللي هيعمل مقاومه لانتقال الحراره؟ مفيش، اكنها مش موجوده. طيب انا عندي الاريا انر بتساوي الاريا اوتر، هاخد واحد على الاريا عامل مشترك مقام المقام بسط هتطير مع الاريا دي، صح ولا لا؟ الماتيريال دي كلها بتساوي بعض هتطير مع بعض. هيطلع لك ايه في النهايه؟ ان الحاله السبيشال دي ان اليو بتساوي واحد على واحد على الاتش انر زائد واحد على الاتش اوتر، ده القانون بتاعك. وفي الحاله دي بقى مش هيبقى عندي يو انر ويو اوتر، هي اوفرول دي ترانسفير كوفيشنت واحده وحدتها وات على المتر سكوير كيلو. وخلي بالك انا كاتب القانون كده مش كاتبه كده، واحد على اتش انر زائد اتش اوتر، في فرق ما بين الاثنين دول، صح ولا لا؟ فتبقى تاخد بالك وانت بتعوض الحاجات الصغيره دي ممكن تضيع المساله. يا باشمهندس كل اللي احنا خدناه على الهيد ترانسفير واحد ده فايدته ايه بالنسبه لي؟ ما انت قلت لك دلوقتي احنا هنخش على الاناليسيز للهيد ترانسفير للهيد اكستشنجر، فهناخد ال ال ام تي دي، فهتبقى عايز في الحل بتاعك اليو اما هي تروح في المساله او هتحسبها انت في المساله عن طريق السيرمال ريزيستنس اللي انت عارفها. يبقى دي اول حاجه بالنسبه لليو. خد بالك ان اليو اللي انا حسبتها هنا هي بتسمى اليو كلين او ها نيو. يعني ايه يو كلين؟ يعني ده اليو لو انت لسه مستخدم المبادئ الحراري بتاعك لسه جديد، لسه بقى في فتره عدى عليه فتره صغيره من الزمن لحد ما يعني ايه ما استهلكش معاك فتره طويله من الزمن، لسه شاريه جديد وبتطبق عارف ان اليو بتاعتك هو السيرمال كوندكتيفيتي اللي ما بينهم. طيب هل المبادئ الحراري هيفضل القيمه بتاعته اليو بتساوي 3 سيرما ريزيستنت حتى بعد ما تستخدمه فتره من الزمن؟ ولا ايه اللي بيحصل لما بتستخدمه فتره من الزمن؟ بمرور الوقت بقى ومرور الزمن انت عندك المواقع اللي ماشيه في المبادئ الحراري بتاعك بتبقى محمله برواسب واملاح. بيحصل ايه بقى؟ بتتراكم على الهيت ترانسفير اريا، المساحه اللي بيحصل خلالها انتقال الحراره. طب لما يبقى عندك رواسب واملاح ترسبت هتكون طبقه كده، الطبقه دي هتزود ولا هتقلل القيود المنتقله من الهوت للكل؟ هتقلل، لانها بتعمل كمقاومه اضافيه لانتقال الحراره بين المياهين اللي هنا. فهيبقى عندك الانر تيوب بالشكل ده كده. وعشان تعيش الواقع معايا فدي عباره عن تيوب بالمنظر ده كده، لها دي واحد ولها دي اتنين، والمفروض اللي انت قلت لي فيه رواسب هتترسب على اسطح انتقال الحراره. عندك هنا في فلويد وعندك هنا في فلويد، يعني هيبقى عندك هنا في رواسب وهنا في رواسب، وكذلك على السطح الخارجي رواسب وهنا كمان في رواسب. دي بقى اللي يسموه ايه؟ الفاولينج افكت، تأثير الفاولنج اللي بيحصل عندك أو السكيلينج اللي هو النتج نتيجة وجود رواسب وترسبات وأملاح سابها المياعين وهم ماشيين على أسطح انتقال الحرارة بتاعتك. فبدل ما كان عندك 3 مقاومات حرارية زادوا من 5، لأن هيكون عندك فاولنج ريزيستنس جوه وفاولنج ريزيستنس بره، يبقى عندك 5 مقاومات حرارية. طيب نطبق بقى القانون بتاعنا اليو في الاريا.
انا عارف ان اليو في الاريا سيرفس بتساوي واحد على ده الاتش انر بتاع اللي جوه وده الاتش اوتر. اول حاجه كونفكتيف ثيرمال ريزيستنس واحد على اتش انر في الاريا انر هيقابل مقاومه الفاولنج ريزيستنس اللي هي بتعبر عنها ازاي ار فاولنج انر على الاريا انر. بعد كده كوندكتيف يبقى زائد لين ار 2 على ار 1 على 2 باي في الكيف الاريا زائد مقاومه فاولنج خارجيه ار فاولنج اوتر على الاريا اوتر زائد واحد على اتش اوتر في الاريا اوتر. دي بقى امتى؟ بيقول لك دي يو ديرتي متسخه او الاولد نتيجه الاستخدام نتيجه تراكم الاوساخ والرواسب على الترانسفير اريا بتاعتك. تمام، بس عايزك تاخد بالك من حاجه ان السيرمال ريزيستنس اللي انت كنت بتاخدها في الترانسفير واحد اللي هو المقدار ده كله على بعضه كانت وحدتها ايه؟ اوم. ما هي سيرمال ريزيستنس ما هي مقاومه كانت وحدتها اوم ولا وحدتها ايه؟ ها؟ كلفن على الوات صح؟ كانت الوحده بتاعتها كلفن على الوات. كله ها؟ كانت ايه؟ وحدتها ايه؟ كلفن على ايه؟ على الوات. طيب يبقى انت دلوقتي المقاومه بتاعتك المقدار ده كله على بعضه وحدتها تبقى ايه برضه؟ كلفن على الوات. ليه كلفن على الوات؟ عشان تقدر تجمعهم كلهم مع بعض. يبقى ده برضه كلفن على الوات. تمام؟ خلي بالك بقى ان الار فاولنج على الاريا دي كلها على بعضها بيسميها الفاولنج ايه؟ الفاولنج ريزيستنس. مقاومه الفاولنج بتاعتك. اما الار اف سواء انر او ار اف اوتر اللي هي فوق دي لوحدها بسميها الفاولنج فاكتور. الفاولنج ايه؟ فاكتور. يعني ايه فاولنج فاكتور؟ يعني وحدتها ام سكوير في الكلفن على الوات تقسمها على ام سكوير اللي هي الاريا تطلع كلفن على الوات اللي هي الفاولنج ريزيستنس. فانت خلي بالك في المساله هو مديك ار فاولنج كفاولنج فاكتور ولا مديك الفاولنج ريزيستنس على بعضها؟ وتعرفها منين؟ تعرفها من الوحدات بتاعتك كلفن على الوات ولا متر سكوير في الكلفن على الوات. طيب ناخد بقى الحاله السبيشال بتاعتنا. لو كانت الانر تيوب دي السكنس بتاعها فيري سيم صح؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا ما عنديش مقاومه بزيرو. واللي هيحصل كمان ايه؟ ان كل الاريات دي بتساوي بعض بتساوي اريا معينه اللي هي اريا سيرفيس، يعني اقدر اغير كل الاريات دي مع بعض. هيطلع عندي ان اليو بتساوي واحد على واحد على الاتش انر صح؟ واحد على الاتش انر زائد واحد على الاتش اوتر واحد على الاتش اوتر زائد ار فاولنج انر فاولنج فاكتور وار فاولنج اوتر اللي هي فاولنج فاكتور مجموعهم على بعض يبقى عندي حاجه اسمها ار فاولنج. بس انا عارف ان الار اف دي هي مش ريزيستنس هي فاولنج فاكتور يعني وحدتها متر سكوير في الكلفن على الوات. عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ عايز اقول لك ان دول بيفكرونا بحاجه. ايه هي؟ لو رحت هنا بعينك هتلاقيها بتساوي واحد على اليو كلين. فانت ممكن تشيل الكتير ده على بعضه وتكتب ان هنا اليو المتسخه يبقى يو الاولد او الديرتي دي بتساوي واحد على واحد على اليو كلين زائد الار فاولنج. فتطلع بالقانون بتاعك اللي انت بتستخدمه في المسائل على طول اللي بيقول لك ان الار فاولنج ده بيساوي واحد على يو اولد او متسخ ناقص واحد على يو كلين او جديد. مش انت كنت على طول بتستخدم يقول لك في المساله انا عايز الفاولنج فاكتور دول واحد على اليو اولد وواحد على اليو نيو. جت منين الكلام ده؟ جت اللي انت عندك مقاومات وعندك بيري سيمول المفروض الاريات هتبقى متساويه فيطلع عندك بعد ما تعمل اعاده ترتيب للمعادله دي تحصل على الار فاولنج بتساوي واحد على اليو اولد وواحد على اليو نيو.
طيب الار اف دي وحدتها ايه؟ اللي هي واحد على اليو ناقص واحد على اليو. ما وحدتها مقلوب اليو، اليو وحدتها ايه؟ وضع على متر سكوير كلفن، يبقى دي وحدتها متر سكوير كلفن على الارض. كده انا خلصت اللي انا عايزه من مراجعه الهيد ترانسفير واحد. نخش بقى على الطريقه بتاعتنا اللي هي بي ان دي بي. يعني كل الكلام ده عشان لو انت ما خدتش اليو في المساله تبقى عارف لو جاب لك اليو على هيئه ثيرمال ريزيستنس وانت اللي تحسبها وتعوض بيها تبقى عارف بتجيبها منين وبتحسبها ازاي والتخيل بتاعك مبني على ايه. اول حاجه بقى في هندسه المبادلات الحراريه اللي هو ايه؟ الدبل بايب هيت اكستشنجر. قلنا ان في منه نوعين، ايه هو النوع الاولاني؟ اللي هو بارلل صح؟ والنوع الثاني اللي هو كاونتر. يعني ايه بارلل بقى ويعني ايه كاونتر؟ الفكره كلها اللي انا بقول لك هو ده ابسط انواع المبادلات الحراريه صح؟ يعني هو عباره عن تو تيوب انبوبتين الاثنين دول فيهم نفس الاكسس يعني كونسنتريك مع بعض، في منهم مائع بيمشي جوه الانبوبه الداخليه والمائع الثاني سريانه بيكون في المساحه الحلقيه اللي هي ما بين الانر تيوب والاوتر تيوب. طيب ده تعريف الدبل بايب على بعضها. امتى اقول ان هو بارلل؟ لو كان مسار المائعين متوازي وفي نفس الاتجاه، يعني الهوت ماشي كده والكولد كمان هيمشي كده. طيب لو كان كاونتر السريان بتاعها متوازي بس عكس الاتجاه، زي ما انت مرسوم كده ده الهوت ماشي في اتجاه الكولد بارل ليه ولكن في عكس الاتجاه بتاعه، فيقول لك ده كاونتر وده بارل. طب تعالى نشوفهم كده، ادي البارل بتاعنا وادي الكاونتر. دي الأنبوبة اللي ماشي فيها اللي هي بالمناسبة كان لها سيكونس. هفترض إن اللي ماشي في الأنبوبة دي هو الكولد فلويد بتاعي، يعني هنا في كولد فلويد داخل بيتي كولد إنر وهيطلع بيتي كولد أوتر. واللي ماشي في الشيل اللي بره أو الأنبوبة الخارجية اللي بره هو الهوت. إزاي بقى؟ أنت بتقول إن هو بارل اللوب يبقى هنا تي هوت إنر وهنا تي هوت اوت. موازيين لبعض وفي نفس الاتجاه يبقى ده بارل. العكس هتعمله في الكاونتر، اعمل ايه بقى؟ يا تعكس الكولد يا تعكس الهوت. انا عن نفسي هثبت الكولد مثلا. فالكولد عندي ماشي في الاتجاه ده تي كولد انر وتي كولد اوتر، والهوت هيبقى بدل ما هو داخل من تحت لا هعمله في عكس الاتجاه يبقى دي تي هوت انر ودي هوت اوت. ده الفرق ما بين الاثنين. طيب انا عرفت ده الفرق وعرفت الفيزيكال مينينج والرسمه بتاعته والجيومتري بتاعه وكل حاجه. احل بقى المساله بطريقه ال ام دي ازاي؟ قال لك اول حاجه لازم تعرفها اللي انت تعرف حاجه اسمها التمبريتشر لينس دايجرام. التي ال خلي بالك ان ال ده هو الطول بتاع المبادل الحراري اللي هو طول الانبوب. فهيبقى بالمنظر ده وده بالمنظر ده. اول حاجه عندك الكولد والهوت داخلين تقريبا من نفس البوينت بتاعك. فالهوت اهو ده تي هوت انر. ايه اللي هيحصل للهوت فلويد؟ هيفضل حراره، درجه حرارته بتقل ولا بتزيد؟ اهي بتقل اهي. تي هوت اوت. طيب الكل داخل من نفس البوينت بتاعك في كل هنا بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد بتكتسب حراره في كل او وده اللينس بتاع المبادل الحراري بتاعك. والمفروض ان الكيوب تتنقل كده من البوت للكل. والمفترض ان انت عندك حاجه اسمها دلتا تي واحد فرق درجات الحراره التي هوت انر والتي كولد انر، وعندك دلتا تي 2 فرق درجات الحراره عند الخروج.
نطبق نفس الكلام اللي هو التمبريتشر لينس دايجرام عشان نرسم التمبريتشر ديستريبيوشن تحت الكاونتر. اول حاجه الدي كولد داخل منين؟ داخل من البوينت دي اهي. ده الدي كولد. يلا قلنا الكولد فلويد ده درجه حرارته بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد اهي. يبقى هنا دي كولد اوت. طيب الهوت فلويد داخل من البوينت دي اهي، دي كولد دي هوت هنا، بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. يبقى دي هوت اوت. ده الدلتا دي واحد وده الدلتا دي اتنين وفي عكس الاتجاه، وادي الكيو دوت بتاعك. لو قال لك في المساله اللي انت عندك دبل بايب هيت اكستشينجر وما حددش النوع هو بارل ولا كاونتر، هتشتغل على اي واحد فيهم؟ ليه؟ مين اللي قال لك بارل؟ هتشتغل على الكاونتر بتاعه. يبقى انت لو ما حددش النوع تشتغل اللي هو كاونتر. لو قال لك دبل بايب وما قالكش بارل ولا كاونتر، يبقى انت عارف ان انت شغال كاونتر. ليه هشتغل كاونتر؟ ليه؟ في المبادلات الحراريه الافضل الكاونتر ولا البارل؟ الكاونتر الافضل. طب ليه الكاونتر الافضل؟ الكيو دوت لو جيت حسبتها نفس المساله بنفس الكونديشن بنفس السيرفيس اريا، هتلاقي الكيو دوت في حاله الكاونتر اكبر من الكيو دوت اللي في حاله البارل. حاجه كمان، الدي كولد اللي خارجه عندك لو انت جيت تدرس على المايكرو اناليسيس كده، فانت عندك هنا هوت وهنا كولد، كل نقطه او كل سيكشن كده، كل نقطه في الهوت بتسخن نقطه في الكولد، كل نقطه في الهوت بتسخن نقطه في الكولد. فانت عندك ان في حاله البارل التي كولد اوتر اللي هي خارجه، مين اللي بيسخنها؟ التي هوت اوت اللي هي التي كولد اوت، دي مستحيل تزيد عن التي هوت اوت، صح ولا لا؟ فحاله الكاونتر هي ممكن تزيد عن التي هوت وممكن تبقى اقل منها. ليه؟ لان اللي بيسخن التي كولد هي التي هوت انر، هي ما تزيدش عن التي هوت انر، ولكن ممكن ان هي تزيد عن التي هوت اوت. ده الميزه بتاعت الكاونتر عن البرد. تمام. طيب هناخد ايه بقى من الكلام ده؟ هنستفيد ايه؟ هتستفيد ان انت تحسب اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس اللي هو بيساوي دلتا تي لوغاريتميك اللي هو هيساوي دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 على دلتا تي 2. طب انا عايز اعملها دلتا تي 2 ناقص دلتا تي 1، تبقى تقسم على لين تي دلتا تي 2 على دلتا تي 1. طالما قلت دلتا تي 1 هنا يبقى تبقى هنا موجوده في البوست. ده اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. طب انا بحسبه ليه برضه؟ عشان انت قلت ان انت دلوقتي القانون الحاكم للمبادلات الحراريه ان الكيو دوت المفقوده بتساوي الكيو دوت اللي اكتسبت زائد الكيو دوت المنقوله ما بينهم. طيب اللوست دي او جين، سيب المفقود والمكتسب وهناخد في الكيو المنتقله ما بينهم، بتساوي ايه؟ ما انت لسه قايلها لنا يا باشمهندس، هي اليو في الاريا سيرفيس في الدلتا دي لوجاريتميك. ايه الدلتا دي لوجاريتميك اللي هي ال ام دي؟ ليه ما خدناش دلتا دي؟ لانك انت في الحاله دي كان مديك التي بتاعت الفلويد الهوت والتي بتاعت الفلويد الكولد. هنا بقى تاخد اي فرق درجات حراره، انت عندك عند كل سيكشن دلتا تي هنا غير الدلتا تي هنا غير الدلتا تي هنا غير الدلتا تي هنا، على طول المبادل الحراري تاخد اي دلتا تي فيها. فبناخد حاجه اسمها اللوجاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. يبقى انت خليك فاهم ان انت خدت الدلتا تي لوجاريتميك، لان فرق درجات الحراره على طول المبادل الحراري مش متساوي. لو اصبح بقى فرق درجات الحراره ده على طول المبادل بيساوي بعض، استخدم اللوجاريتميك؟ لا، تستخدم اي دلتا تي لان كلهم بيساوي بعض. حتى لو جيت تعوض هنا هتلاقي دلتا تي ناقص دلتا تي بزيرو، لين دلتا تي على دلتا تي، لين الواحد بزيرو، زيرو على زيرو كميه غير معينه، فهتشتغل بالليمت ليمت دلتا تي واحد تقول لي دلتا تي 2، وبعد كده تفاضل فوق بالنسبه لدلتا تي واحد، وبالنسبه لدلتا تي واحد تطلع في الاخر بعد ما تعوض بالليمت بتاعك ان هو بيساوي دلتا تي اللي هي ثابته على طول المبادئ بتاعك. دي سبيشال كيس هناخدها دلوقتي. بس انا عايزك تبقى عارف ان انت استخدمت اللوجاريتميك عشان حاجه معينه. ايه هي؟ ان فرق درجات الحراره مش متساوي خلال المبادئ الحراري على طول المبادئ الحراري بتاعك. تمام. خلي بالك بقى ان الكيو المفقوده والكيو المكتسبه دي لها حالتين اتنين. ايه هما الحالات بتاعتها؟ ان هي ممكن تكون
سنسبل هيت وممكن تكون ليتنت هيت. ايوه يعني ايه سنسبل ويعني ايه ليتنت؟ سنسبل اللي انت درجه الكيو اللي المائع الكولد هيكتسبها هتأثر عليه ان تعمل فيه فرق في درجات الحراره بتاعته، يعني الكولد فلويد بيكتسب حراره فدرجه حرارته زادت، حصل تمبريتشر ديفرنس فيه درجه الحراره بتاعته، بدل ما هو كان عندي 20 بقى عندي 60، يبقى كده اكتسب سنسبل هيت. طيب ليتنت اللي هو كل الكيو اللي بيكتسبها بيحولها او بيستخدمها ان هو يعمل فيزيت شينج لنفسه. ليه؟ لان خلاص هو وصل للتيساتوريشن بتاعته، فهو مش عايز يعمل زياده في درجه حرارته، زي مثلا زي ما احنا عارفين منحنى الميه، الميه بتغلى عند 100 درجه صح؟ في حاله ان انت شغال عند 1 اتموسفير فالتيساتوريشن ب 100 فانت عمال تطلع حراره، فدرجه حرارتها بتزيد يعني تاخد سنسور وصلت لدرجه حراره 100 اللي هي الساتوريشن تمبريتشر، وانت ما زلت مصمم ان انت تضيف حراره، هتاخد الحراره دي توديها فين؟ اللي هي بيحصل لها فيزيك تشينج، يعني بيحصل لها تغير في حالتها من الحاله الليكويد للحاله الفيبر، فيحصل لها فيز تشينج في الحاله بتاعتها. طيب القانون بقى لو كان عندي سنسبل هيت ولو كان عندي ليتنت هيت، هل القانون بتاع ده هيختلف عن القانون ده؟ اكيد هيختلف، والا ما كناش قلناه. هيختلف ازاي؟ ان في حاله لو كان ده سنسبل فانت هيبقى عندك القانون بتاعك هو تغير في درجه الحراره ام دوت في السي دي الماس فلوريت في فرق درجات الحراره الكبير ناقص الصغير، يعني انا لو شغال على كولد فلويد كولد اوت وكولد ان. طيب لو كان ليتنت يبقى القانون بتاع السنسبل يبقى هستخدم قانون الليتنت اللي هو عباره عن ام دوت في الـ HFG اللي هي الليتنت هيت بتاعت الايفابوريزيشن الايفابوريشن اللي هي بالكيلو جول على الكيلو جرام. طب جاب بقى الـ HFG دي ازاي؟ هناخد مثلا لو انا كان عندي الحالات الخاصه هم انا عندي حالتين، الحاله الاولانيه لو كان عندك الدلتا دي على طول المبادل ثابته. طيب الحاله دي بتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون عندك الهيت كاباستي بتاع البوت بتساوي الهيت كاباستي بتاع الكول، فالاثنين هيكونوا بيساووا بعض ام دوت كول في السي بي كول في التي كول ده اوت ناقص التي كول ده ان بيساوي ام دوت هوت في السي بي هوت في التي هوت ان ناقص التي هوت اوت. واحنا عارفين خدتوا ال ان تي يو في المحاضره ان الماس فلوريت في السي بي ممكن دولت اسميهم السي بتاعت الكولد الهيت كاباستي بتاعت الكولد ودولت الهيت كاباستي بتاع البوت، الاثنين دولت لما يساووا بعض فرق درجات الحراره هيساووا بعض، فهتلاقي ان الدلتا دي على طول المبادل متساويه، فيبقى انت خلاص عارف ان السبيشال كيس دي تستخدم اليو في الايه في دلتا دي مش لوجاريزميك ليك في الماتش. الحاله السبيشال الثانيه لو كان عندك بقى فيزيك تشينج ان هو في ماده او في فلويد عندك من الاثنين دولت بيحصل له فيزيك تشينج تغير في حالته. الهوت فلويد لو تغير لو حصل له تغير في الحاله بيحصل له كوندنسيشن ولا ايفابوريشن؟ كوندنسيشن عمال يفقد فبيحصل له تكسير. الكولد بيحصل له ايفابوريشن. هناخد حاله الكوندنسيشن وحاله الايفابوريشن. ده في حاله الكوندنسيشن هيبقى عندي الشكل ده كده. التي والال الهوت فلويد في حاله البارل وهنا الكولد تي كولد ان تي كولد اوت سنسبل فحصل تغير في درجه حرارته ولكن الهوت حصل له كوندنسيشن تي هوت ان هتساوي التي هوت اوت هتساوي التي ساتيوريشن بتاعته عند الضغط المناظر ليها اللي هي بتساوي عشان طالما هما الاثنين دول بيساووا بعض التي كوندنسيشن او التي هوت. وانا شغال على البارل طب افرض لو انا شغال على الكاونتر كل الحكايه ان انت بدل ما هو كان ماشي في الاتجاه ده هتعكس اتجاهه
ففي حاله السبيشال حاله الكوندنسيشن والايفابوريشن هتلاقي البارل ال ال ام تي دي بتاعته هتساوي ال ال ام تي دي في حاله الكاونتر، لان انت دلتا دي هنا واحد ودلتا دي 2 هتبقى في الحالتين زي بعض. انت كل اللي انت عملته ان انت غيرت الاتجاه بتاعك. طيب فانت دلوقتي هتقول ان الهوت ام دوت هوت في الاتش اف جي بتساوي ام دوت بول في السي بي بول في التي كولد اوت ناقص التي كولد ان، والكلام ده بيساوي اليو في الاريا سيرفيس في الدلتا تي لوجاريثم. الاتش اف جي دي بقى قلت لي جليت اند هيب اللي هو عايزها عشان يحصل لي فابوريشن. طيب بتبقى معطى في المساله، بتبقى معطى في المساله بالكيلو جول على الكيلو جرام. جابها ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان من اشهر التطبيقات على المبادلات الحراريه البويلر والكوندنسر والكلوزد هيتر والاكنومايزر اللي انتوا كنتوا بتدرسوها في السيرمو 2 اللي هي الكومبوننت بتاع الستيم باور بلانت. فاحنا لما كنا بندرس في دوره رانكن كان بيبقى مثلا لو انا عندي كده ده كوندنسر، فالمفروض ان هنا فيه ستيم ماشي. هو والله قدامه ممكن يكون قدامه ثلاث حالات بالنسبه لنا عشان اوضحها. ايه هو الثلاث حالات؟ الحاله الاولانيه ان هو الستيم يكون ده واحد وده اثنين ومش هيحصل له سب كولد في السب كولد زون، او ان هو ما يكونش بادئ من الساتوريتد فيبر، لان انت عارف ده الساتوريشن لاين، ساتوريتد فيبر هنا ساتوريتد ليكويد هنا، لا يكون بادئ من الويت زون، نزل من عند التربينة كده على النقطة دي، فهنا في اكس معين صح؟ أو إن هو يبقى فيه هنا جزء ليتن وبعد كده يحصل له سب كولد في منطقة السب كولد زون. طيب في الكوندنسر بتاع الستيم باور بلانت كان الستيم ده أنت بتبرده بالإيه؟ بالكولينج ووتر اللي أنت ساحبها من النيل اللي هيبقى شكلها بالنظام ده كده. ده البداية التي كولينج ووتر انلت والتي كولينج ووتر اوتلت، وده عباره عن كاونتر في لوحه اكستشنزر، صح ولا لا؟ والله لو انا كنت شغال على الجزء ده اللي هو الجزء الليتنت بس اللي هو من الاتش جي هنا الاتش عند الجي وهنا عند الاتش بالاف، لو كنت شغال على الجزء ده فانا هقول ان الهيت ترانسفير اللي هتتنقل من هنا لهنا في الكي دوت بتاعت الستيم هي عباره عن الام دوت. فاكرين ما كنتوا بتاخدوا في الفيرست لو في الثيرموداينامك للاوبن سيستم، فالكوندنسر ده كان اوبن سيستم، فكان القانون بتاع كيو دوت ناقص الدبليو دوت بتساوي الام دوت في دلتا اتش زائد دلتا كاينيتيك انرجي زائد دلتا بوتنشال. اهمل الكاينيتيك واهمل البوتنشال واهمل الدبليو دوت، ما فيش عندك باور داخله ولا طالعه، يطلع ان الكيو دوت بتاعتك هي ام دوت في الدلتا اتش، الام دوت بتاعت الستيم في الدلتا اتش بتاعتك. واحنا عشان ما بنهتمش بالاشارات فانا باخد الاشاره الكبيره بس الصغيره، يعني هو كان هنا الباور بتاعته الانصب بتاعته اعلى من هنا، فيبقى عندي اتش 1 ناقص الاتش 2 ده 1 وده 2. طب ما انا عارف ان الاتش 1 دي هي الاتش جي والاتش 2 هي الاتش اف، فكنت على طول لما كنت بتخش التيبل تبقى اتش جي ناقص الاتش اف اللي هي اتش اف ايه جي، ودي بتحسبها عن درجة حرارة الساتوريشن من تيبل واحد أو عن الضغط المناظر ليها عند تيبل ايه؟ تيبل اتنين. تمام؟ يبقى ده اتش اف جي. طيب ده لو كنت انت الستريم بتاعك عند الساتوريتد فيبر. طب افرض بقى اللي هو كان في منطقة الويت زون اللي هو عند درايمس فراكشن الاكس اللي كانت بتساوي كتلة الفيبر على كتلة الفيبر زائد كتلة الليكويد، لان هنا في الويت زون انت عندك ميكس ما بين الليكويد والايه؟ والفيبر. القانون بتاعك كان هيبقى ام دوت في الاتش اف جي برضه؟ لا، قال لك القانون بيبقى كالتالي، هيساوي ام دوت في الاتش اف جي في الاكس اللي هي الدراينس فراكشن. بيقول لك بقى انا عايز الدراينس فراكشن دي تساوي ايه؟ طيب هو جابها كده ازاي اصلا؟ هنطبق القانون اللي احنا قلناه، هنا الاتش واحد ما عدتش هنا، فالاتش واحد كان في منطقه الويت زون، يعني انت عايز تقول لي ان هي عباره عن الام دوت في الاتش واحد ناقص الاتش اتنين، اتش واحد هي عباره عن الاتش اف زائد الاكس في الاتش اف جي ناقص
ال H2 هي عبارة عن ال HF. فال HF هتروح مع ال HF يطلع لك ال M دوت في ال HF جين في ال X. بقول لك لو كنت انا شغال على الجزء الليترد بس فكانوا عبارة عن H هنا ناقص ال H اللي هنا ف H G ناقص ال HF هي HF G. طب لو هو بقى ما كانش عند الساتوريتد فيبر ده هو داخل اصلا الكوندنسر عند HF في الويت زون اللي هي ال H بتاعتها كنت بتجيبها ازاي في السيرمو HF زائد ال X دراينس فراكشن في ال HF G. طيب ما انا عندي هنا HF زائد ال X في ال HF G ناقص ال H2 اللي هي ال H2 بتساوي ايه؟ HF عند الساتوريتد ليكويد ال HF هتروح مع ال HF يطلع لك M دوت في ال HF G في ايه؟ في ال X. ده القانون بتاعنا. طيب افرض كمان اللي هو حصل له سب كولد في منطقه السب كولد زون اصبح اللي هنا ده ليتنت وده سنسبل يبقى عندك جزء ليتنت تعوض بيه وعندك جزء سنسبل تعوض بيه او ممكن تقول ده كله هو عباره عن الام دوت بتاع الاستيم في الاتش واحد ناقص الاتش اتنين على طول بدل ما تقسمها ليتنت الام دوت في الاتش في جين وتقسمها سنسبل اللي هي عباره عن فرق درجات الحراره ده الحاله الحاصله الخاصه كوندنسيشن وبالمثل بقى في حاله الايفابوريشن نفس الحكايه ده بالنسبه للدبل بايب اكسبشن. طيب هل الكلام ده هيفرق بقى لو هو كان كروس فلو او لو هو كان شيل اند تيوب؟ الاساس بتاعنا الدبل بايب وده اساس القوانين وهنبدا نعمل موديفيكيشن صغير في القانون بتاعك عشان تطبقه على الكروس فلو وعشان تطبقه على الشيل اند تيوب. ايه التعديل اللي احنا هنعمله؟ احنا قلنا في حاله الكروس فلو عندنا كام نوع؟ عندنا كام نوع في الكروس فلو؟ اثنين. ايه هما الاثنين دول؟ والنوع الثاني او ازاي؟ انا هفترض ان اللي ماشي في الانابيب دي هو كولد فلويد. وطبعا من اشهر التطبيقات على الكروس فلو والرادياتير بتاع العربيه. يعني ايه بقى كروس فلو؟ عندك احد من المائعين مائع ماشي في اتجاه والمائع الثاني المسار بتاعه عمودي عليه. بيعملوا مع بعض كروس. يعني الاثنين بيعملوا كروس فلو مع بعض. ازاي؟ الاول انا عندي كولد فلويد ماشي خلال الانابيب فهو ماشي جوه الانابيب فهو دلوقتي ميكسد ولا ان ميكسد؟ لا هو دلوقتي ان ميكسد. ليه ان ميكسد؟ لان الفلويد بتاعك هو انا مقسمه لمجموعه من الاستريم لاين كل الاستريم لاينز منهم ماشيه خلال انبوبه بس ممنوع ان الانابيب دي او الاستريم لاينز اللي ماشيه في كل انبوبه ان هي يحصل لها ميكس مع بعض تمام؟ عشان كده بقول له هو الميكس يعني كل واحد ماشي في الحاره بتاعته ملوش علاقه بالتاني. بيمر عمود عليه كروس فلو بيعمل معاه كروس ازاي؟ ده الهوت فلو. فالهوت فلو زي ما انت شايفه ان الاستريم لاينز بتاعته مش كل واحد ملتزم في حاجه محدده ماشي جواها زي الفيوم ده عندهم فرصة وإمكانية إن يحصل في ميكس ما بين الستريم لاينز وبعضها. فبسميه الهوت فلويد ميكسد فلويد. وبتلاقيها عندك في الشارت بتاعتك الرسمة بتاعتك التالي. بالشكل ده كده بيقول لك إن هنا في تي واحد كابيتال طلع تي 2 كابيتال ودي 2 تي 1 سمول طلع تي 2 سمول. وبيقول لك ان ده الحاله بتاعتها ميكسد ان ميكسد كروس فلو هيت اكستشن. طيب فين الميكسد؟ الميكسد اللي هو ده. فين الان ميكسد؟ الان ميكسد اللي هو ده اللي هو كل واحد فيهم ماشي في التيوب بتاعته.
اللي يهمني من الموضوع اللي انا عندي مائعين هوت وكولد، صح؟ طيب المائع الهوت والمائع كل ده قدامك، تشتغل ان المائع الهوت هو الاشاره بتاعته في الخريطه التي كابتن، فيبقى ده تي هوت ان وتي هوت اوت، وتشتغل ان الكولد تي كولد ان وتي كولد اوت، يبقى الكولد هو التي سمول والهوت هو التي كابتن. عايز تخلي العكس راح بس تبقى ماشي بنفس السيكونس. طب ليه بقى؟ لانك القانون بتاعه اللي انت في حاله الكروس وفي حاله الشيل اند تيوب بتفترض ان الهيت اكستنشنزر بتاعك كاونتر فلو، كاونتر فلو. طيب هو مش كاونتر، ده انا اللي فرض، فبتقول ان كيو دوت لوس بتساوي كيو دوت جين بتساوي اليو في الاريا سيرفس في الدلتا تي لوجاريتمك مضروبه في اف. ليه؟ لانك انت الدلتا تي هنا هي الدلتا تي لوجاريتمك بتاعت الكاونتر اللي هو نفس رسمه الكاونتر فلو، ولكن هو مش كاونتر فلو، فبتضرب في اف اللي هي كوركشن فاكتور عشان تعدل القانون بتاعك. هو مش كاونتر وانت فرضت ان هو كاونتر، فعشان تعدل وتعمل موديفيكيشن بتحسب الاف. الاف دي بتحسبها ازاي بقى؟ بتحسبها من الشارب بتاعك على حسب نوع المبادل الحراري. فبتلاقي في كده مبادل حراري كده، وبتلاقي هنا قمه للدي، وهنا عندك منحنيات كل منحنى له قيمه للار. بتحسب قيمة البي من على الخريطة ما بتتقص حاجة، وبتطلع تتقاطع مع قيمة الار، وبتخش هنا تجيب قيمة الفريكشن فاكتور، الكوركشن فاكتور بتاعك. وزي ما قلت لك البي والار هم انت مش هتحفظهم، انت هتخش التيبل بتاعك او الشارت بتاعتك وتعوض عن التي هوت وتعوض بالتي كول، مش اكتر. تحسب القيمة تعوضها بالتي. طيب في حالة بقى اللي هو الميكسد الميكسد، اللي انت بقى في الحالة دي الكولد ماشي في الانابيب بتاعتك انميكس. طيب الميكسد بقى تخليه زي انميكسد، فاكرين الزعانف؟ بتعمل كده زعانف او حاجه اسمها بيسموها حواجز للفلويد بتاعك اللي هو كده. ده الانابيب ماشي جواه الفلويد بتاعك، وفي هنا بقى زعانف كده. الكولد ماشي كده انميكس، الهوت بقى بيمشي ازاي؟ ستريم لاينز ما بين الحواجز، ما بين كل حاجز وحاجز بيمشي الهوت فلويد بتاعه، فاصبح ان كل واحد فيهم برضه ماشي في الحاره بتاعته، يعني ماشي في المسار بتاعه، ما بيحصلوش ميكسد مع الستريم لاينز الثانيه، فبيقول لك ده انميكسد انميكسد، وتلاقي له شارت ثانيه وبيبقى بالشكل ده كده، وتقدر تخش تجيب برضه من الشارت قيمه الكوركشن فاكتور بتاعه. طيب المست الشيل اند فلويد ازاي؟ نفس القانون وهتضرب في اف، بس خلي بالك بقى ان الاف اللي هنا هتروح تجيبها برضه من الشارت، بس الشارت مختلفه عن الكروس، فبتلاقي في عندك الشارت كمان للشيل اند تيوب هيت اكستنشنجر. ايه هي الشارت دي؟ احنا قلنا عندنا كام نوع؟ ده اخر حاجه، عندنا كام نوع؟ نوعين، وان شيل وتو شيل. قلت لك ان الوان شيل هيبقى فيه ماشي مائع هفترض ان هو الهوت فلويد تي هوت ان وتي هوت اوت، تي هوت اوت، وهفترض ده اللي هو ماشي في الاتشين. هفترض بقى اللي ماشي في الانابيب هو الكولد. طب ايه هو الشيل اند تيوب اكستنشنجر؟ كونتينر كبير كده اسمه الاتشيل، وماشي جواه مجموعه من الانابيب اللي هو يعتبر الدبل بايب، ده نوع خاص من الشيل اند تيوب. ليه؟ ما هو كده كده انت قلت لي ماشي فيه مجموعه من الانابيب، ما هو دبل بايب، بس بدل ما في انبوبه فيه انابيب كتير، بس خلي بالك ان ده دبل بايب، فكنت ممكن اسميه وان شيل وان تيوب باص، لانها ماشيه في مسار واحد. هنا بقى وان شيل بس كام باص عندك؟ لو كده يبقى تي كولد انر وهنا تي كولد اوت في الحاله دي كده. يبقى انا عندي هنا وان شيل وكام كام باص للتيوب؟ تو. ليه تو تيوب باص؟ لانك انت عندك هنا التيوب حصل لها تغير في الباص بتاعها، كانت ماشيه في اتجاه وبعد كده عكس اتجاهها ناحيه الباص. طيب لو كان عندي تو شيل فيبقى عندي كده التي هوت ان، وعندي هنا التي هوت اوت، وادي التيوب بتاعك.
كولد ان والتي كولد اوت. ده تو شيل باص بس كام بقى تيوب باص؟ فور. ليه فور؟ لان ده واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب خلي بالك، هو انا عملت هنا التي هوت خليت الخارج بتاعها من هنا، ليه ما خليتوش من هنا؟ تي هوت اوت زي دي بالظبط. انت هنا لو خليتها هنا فاصبح كل اللي بينزل هنا على طول الدرين بتاعه بيصرف في المنطقه دي، فاصبح ان التيوب دي ما لهاش اي نزول. فانت بتخليها من هنا عشان كل الهوت فلويد بتاعك يمر على السيرفس اريا بتاعت التيوب، لان اصلا الغرض من الشيل اند تيوب اللي انت تزود الهيت ترانسفير اريا. ازودها ازاي؟ ما انت لو زودتها يبقى انت كده بتعمل دبل اند دبل باي هيت اكسجيزر، التول بتاعه كبير. لا انا ممكن اعملها على سايز صغير بس اخلي الانبوبه بتاعتي بدل ما هي 1 باص هي اكتر من باص عادي. طبعا دي لها خريطه برضو بتخش فيها الخريطه بالتشارت، بس تبقى واخد بالك اللي يهمك هنا هيقول لك في الخريطه بتاعتك عندك تي كابيتال وعندك تي سمول. التي كابيتال للمائع اللي ماشي خلال التشيلد بتاعك، يبقى انت تبقى محدد كده. والله لو المائع اللي ماشي خلال الشيل هو الهوت يبقى انت التي كابيتال اللي هتعوض بقى في الخريطه هي خاصه بالتي هوت. طيب لو كان الكولد هو اللي ماشي في الشيل يبقى انت التي كولد بتاعك هو التي كابيتال في الخريطه. يبقى انت تبقى عارف وانت داخل خريطه الكروس بتعوض عن الهوت والكولد بالتي كابيتال ولا بالتي سمول، وتبقى عارف كمان بتعوض عن الشيل اند تيوب بالتي هوت والتي كولد بالتي كابيتال ولا التي سمول. وتحسب الكوريكشن فاكتور بتاعك من الخريطه، كل جيومتري من دول هتلاقي له خريطه معينه، وتطلع الناتج بتاعك تضربه في اليو في الاريا في ال ال اي تي دي اللي هي بتاعت السيرفس اريا لو كان كاونتر.